سعيدة، يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج العودة إلى النملية. اليوم أكثر من شغلة رح نعملها بأيادي يونانية. أنا قاعد حتى التينات، التين رح يكون إذا بدكم هو نجم حلقتنا لليوم، المكدوس كمان رح نتعلم أكثر من شغلة عن التين، رح نتعلم كيف المكدوس بينعمل، رح نحكي عن الأمبريس أو نحن السردالة، اللبنة طبعاً عم نحكي، في محلات بتسميها لبنة سردالية، في محلات بسموها أمبريس. هالشغلات الأساس وغيره من الشغلات رح نشوفهم اليوم بالحلقة، حلقة رح تعجبكم كتير، مثل عادة بنصحكم تحضروها من أولها لآخرة. السنة الماضية مثل هذا الوقت كنا عم نحكي على الباذنجان يلي موجود بالقاع، يلي هو إذا بدكم أكتر باذنجان معروف بلبنان وبيتصدر على كافة المناطق اللبنانية مثل هذا الوقت بالذات. هلا وقت نحكي عن بلدة يونين يلي ناشطة كتير بمحل المكدوس، يعني حسب ما عم بسمع آخر فترة معظم، ما بدي أقول معظم، بدي أقول جزء كبير من التصدير يلي عم بيصير بالمكدوس على المناطق اللبنانية حتى لبرا عم بيكون من يونين، والأكثر من هيك إنه الباذنجان كمان عم ينزرع بيونين. مشان هيك معي أحد الأشخاص يلي محترفين المكدوس وزراعه الباذنجان، استاذ محمد كحيل. شو هاليونين حلوه اول شيء؟ الله يبارك فيك، انا كثير بحبها ليونين. انتوا حليتوها حبيب قلبي، حبيب قلبي. يونين يمكن خبرتكم من قبل على ارتفاع 1200 متر، في اكثر من شغله ممتازه عندهم، التين، الباذنجان. شو في زراعات محمد غير هيك مهمه؟ زراعات الخضروات على اشكالها وانواعها، في بندوره، خيار، باذنجان، كل شيء، كل بطيخ، صحيح كل شيء، كشجر التين مشهور يونين بالتين، التين والباذنجان، يعني هذا الشيء الأساس مميز. التين هلا بدنا نروح وندلكم التين، عم قلكم لانه هلا البقعه بتفكروه انتم سهل صح، ولكن في محلات تبقى اعلى من محلات يونين. 1200 متر تقريبا، 1200 نحن واقفين هون ولا اعلى فوق، نحن هون شو حوالي ال1000، يعني حوالي ال1000. بعد شوية نطلع التينات اكيد رح نعلي اكثر من هيك. على كل حال استفدنا، خبرنا عن يونين، ضيعه بتعقد جميله جدا من الضيع الجميله بالبقاع الشمالي نحن عم نحكي اليوم موجودين فيه. الباذنجان الحبة، كيف حبة صغيرة طبعا نحن عم نحكي للمكدوس، للمكدوس إيه صح. في نوع باذنجان، خلينا نعيد للمشاهدين. الباذنجان أنواع باللون، يعني هو نفس الشيء بس هيدا نحن مشهورين بهيدا اللون. يعني هيدي هلأ جاهزة للقطف؟ هاي المبارح انقطفت، هاي السجرة المبارح انقطفه، هاي بكرة بدها تنقطف. بكرة بتكبر شوي بتكبر لونها بيبقى هيك في خضار كمان يعني هيدا بيتوزع البياض بيناتهم، هاي بتنقطف، هاي بتنقطف ايه طب. بس لبكره احلى احلى. طب خلينا نقطف بس شيء للبندكيه لنفرجي المشاهدين. طوف البندكيه اوكي، وهي احلى، هاي كمان هاي هذا الحجم المزبوط، هاي بكره بتصير قد شوفوا. هيدا الباذنجان، شو بيسموه هيدا الباذنجان؟ هيدا الاصل باذنجان حمصي، كله بيقولوا له باذنجان حمصي بس نحن تميزنا بهاللون هي. يعني هاد انتاجيته ضعيف، لك شكله بيشبه شكل المزروع ببقيه المناطق. نفس الشيء، نفس الشكل، نفس الشكل، بس هيديك الحمصي موف اكثر شوي. بيطلع عسل عابي. الباذنجان الاسود العادي بيتحول لمكدوس؟ هذا الفرسوسي شوي طويل، مش العريض. لا لا هذاك ابدا مستحيل. صح. حتى يعني قاسي اكثر من هداك الباذنجان، هداك الباذنجان بتحسوه اكثر. هاي بس تكبر شوي، هاي بكره ترم قطفي. اذا ضلت لبعد يومين ثلاثه بتصير هالقد. تكبر بناخذها على السالب بتنتزع خلص صارت الكاب. اذا بدكم البقاع هو زبدة المونة الطيبة يلي بتنتج بلبنان، موجود بالبقاع كيف اذا كان البقاع الشمالي ويونين. إذا مشاهدينا انتقلنا هلأ لجوات المعمل، كنا حابين نعمل جولة دغري أنا ومحمد نفرجيكم، بس الصوت جوا كتير قوي. هلأ مثل ما قلت لكم قبل شوي، نحن إذا بدكم هون شغل أكتر محترف على كميات أكبر من الشغل بالبيوت، ولكن أنتوا فيكم يعني تاخذوا الفكرة وتنفذوها بالبيت على مقياس أصغر، يعني هي لأنه في كذا شغلة أساسية بصناعة المكدوس تنعمل كيف ما كان. صحيح. مش صحيح. كيف مكان يعني بتنعمل ببيت قصدي او بتنعمل صحيح.
خلينا نبلش الباذنجانات قطفتوهم من نحن خلصنا من الزريعه. نعم. في بنت بتقعد بتعرب الباذنجان اللي صالحه للمكدوس والكبيره مش مثلها هاي بتمرق. قلنا انا بتمرق صحيح، بس هاي الحبه يعني هاي الحبة المثالية. أيوة. لما تكبر هاي بتقلط أكتر من هيك شوي بتبطل يوم بصلاً. واحد بتكون باي باي هو شيء الطرق باذنجانتين محمد مش منتبه للزهرة تبعه. أوكي لكن هاي المثالية هاي جبناها على المعمل على الحلة السالق. بدأ بالحلة شي ساعتين تقريبا لتستوي. نرجع قلت لي قبل بتفرزوه ايه ما هاي ما قلت لك فرز هونيك بالزريعة بتفرزوا قصدي من الزريعة الزريعة بيجوا لهون جاهزين بس للحلة ينزلوا بالحلة. اوكي لكن خلينا نكمل هون صح. حطينا بالحلة صالح شي بتقول لها شي ساعتين لتستوي الحلة الى نظام معين او نحن على خبرتنا يعني. ايه بتزيدوا على المي شي ولا لا 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 زي ما هو بس قصة وقت ابدا كيف تقدر انه الباذنجان انا بعرف يعني هاي هون الخبرة بتلعب دورة. أيه. المدام اذا بدها تسلق باذنجان بالبيت بدها تنزع سلقه وتنتان وثلاثه لحتى يزبطوا معها. لكن هي لفكره بس انه تقدير التراوي تبعها. ايه تراوتي تراوتي هلا في ناس بيزبطوا معه من اول مره وبيقلعوا فيه. المهم بس تستوي بترجع بتنزل على مي مسقعه من مي غليانه على مي مسقعه دغري يعني ما بتاخذ كثير وقت. لا لا بتتبرد. المرحله الثالثه بترجع بنشيل هيدي يعني في بنات بيشيلوا هيدا القمع. ترجع بتنقل على كمان مي مسقعة. والمي ماشي عليه مثل ما شفت يعني انت المي ماشي عليه على طول بيجرحوا الباذنجان بشقشقوا. المرحلة اللي وراها بتروح على المكبس. بالمكبس بدأ وقت يعني بدأ 5-6 ساعات لحتى اضعف الايمان يعني. 5 ساعات اقلها ونحن عم نحكي على مكبس. مكبس هيدروليك يعني ضغط يعني هيدروليك ضغط ضغطها منيح يعني منطقيا بالبيوت بتاخذ اكثر وقت. ايه طبعا كيف بنقدر انه خصت ميتها وصارت تمام؟ نحن على الساعه يعني وبعدين عم تنزل مي من تحت بنعرف اذا قطعت المي خلص لازم تنشف على الاخر لازم تنشف مفروض تنشف يعني بضل بالمية 5 مي فيه ما بتقدر بدك قطع اويل شيت فوق العقل يعني. بيضل 5% ماي فيه على كده. قبل ما ننتقل للمرحلة اللي بعدها بدي اذكركم مشاهدين عملنا وقتها حلقة السنة الماضية وعملنا عن القشرة هيدي تبع الباذنجانة وقتها سلقناها وعملناها طعمتها قلت لكم تشبه كثير الأرضي شوكة. كمان وقت اللي بدكم تفقوا الباذنجانة ما تزتوها. نصيحة سلقوها اوكي شوية حامض زيت وملح لهي القشرة. شو بدكم بهي الفوق؟ عم نحكي نحن هيدي الغطا طبع الباذنجان اوكي هيدا لك شوي عنها. هاي فيها ضلع قاسي بقلبها فيها ضلع قاسي تنقشر هاي بيروح الضلع القاسي تنحط مع اللوبيا بالشتويه بيطبخوها مع اللوبيا اليابسه كل النسوان بيعرفوها هاي ايه هلا بياخذوا كثير من هون يعني بتنكبس كمان او كادو مع بظهر البيعه ايه بظهر البيعه ايه اوكي خلينا نكمل هلا بعد 5-6 ساعات او بعد ما بيناموا ليله او بيناموا ليله بيجوا لهون على الطاولة لعند البنات على الحشو كمان الحشوة انتو شو بتحبوا الحشوة فلايفلي جوز شوية توم وملح وحار حسب الطلب صحيح حسب هيدا الستاندرد يعني هلا في ناس بتزيد تحب تزيد شغلات عليها يمكن شوي على الحشوة ناس بيحطوا رمان بينطلب منا يعني طلبيات بنحط رمان فيه في كبشة قرنفل بيحطوا فيه هيدا بيصير ذوق حشوة ذوق. طب بيلبق شيء غير الجوز من المكسرات هيك عم تخيل انا جربنا الكاجو بيطلع الكاجو ما لوز بيزبط لوز بيزبط بس كاجو ما بيزبط عظيم لكن الخبريه صارت هينه هون الحشوه طبعا يعني قالكم تقصقصوه مثل ما بدكم انا بشوف في ناس بيقصقصوه ناعم في ناس بخشنون شوي بمعنى للحشوه هيدي حسب الطلب هون عم شوف انا على السطل على الناعم تقريبا بس هون من الحاشي على السطل على التزيين تزيين شو معنى التزيين؟ زيت فوق منه بنغطيه لحتى يرتاح يعني مشاهدينا هيدي خبريتنا عن المكدوس مكملين بحلقتنا خليكم معنا
قوانين هالضيعة الحلوة كتير يلي بعرفها من وقت كنت صغير، زياراتي دايما عليها مقضي أيام وليالي هون. المأكولات والموني يلي فيها أنا رأيي من أطيب المحلات يلي بتعبي نمليتها بالشكل الصح، ليه؟ لأنه مكان الجغرافي هو مكان مميز. يعني بالفعل أنه يونين، مع احترامي لكل البلدات التانية، ولكن هي من البلدات الجميلة جدا 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 بالبقاع الشمالي، وهذا الموضوع كمان مرتبط بجغرافيتها، لأنه يونين على كتف الشرقي على ارتفاع تقريبا معدل بين 950 ألف متر لل 1200 متر بجرودة عم نحكي. وتخيلوا على هيدي الارتفاعات مع أرض البقاع المقدسة وترابه العظيم، تخيلوا شو معقول تنتج من فواكه، من خضار، من كتير شغلات. هلأ بعرف أنا شوي عن يونين، ولكن اللي بده يخبرنا أكثر عن بلدة يونين بكل تفاصيلها أو من كل الزوايا تبع البلدة، رئيس بلدية يونين السابق أستاذ إبراهيم درة، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. خبرني كيف كان أول شيء هالصيف، كيف كان الزراعة؟ أول شيء نحن على ارتفاع 1050 هون، نعم. ضيعة 1100 بفوق شوي على ارتفاع شوي. نحن هون أول شيء كانوا يعتمدوا قبلا على التين والعنب، بعدين تطورت الزراعة شوي، صارت أشجار المشمش والكرز هلأ رجعوا هلأ لا شتل التين، عمشت الغرسة التين صح. أكتر شيء هلأ صار عندنا 60% من المزارعين عم يرجعوا لشتلة التين، لأنه التين بتتاكل مجففة بتنعقد بتضاين غير بقية السباع. طيب وقت يجي يقولوا تين يونين غير شكل، لأنه مشاهدينا دايما في منافسة بالضيعة، والأخص هلأ بتعرفوا حجة برنامج العودة إلى النملية، كل شخص بلتقي فيها أو كل ضيعة بنروح عليها إذا كنا عم نصور ولا لا، بيقولوا لي بتقول إنه بهيدي الضيعة أطيب تين عنا، أطيب تين. لا لك شغلة، شو بيتميز التين عنا؟ عنا أرضنا أبيض لون بيضه وفيها بحص، نعم. ما فيها ترابية كتير، الترابية كتير بيطلع الدول التين ما إنه طيب، ما في هيك النكهة، ما في سكر يعني حلو، بيطلع أوقات بيدود بيحمض ما بعرف، سبحان الله. يعني هيدي نحن ميزتها يونان إنه تينا عم يطلع طيب وإله صيت كبير، بسم الله. وقت بيتركوا شجرة التين تكبر بصير طابة صغير وما بتقعد تنقطف معه يعني بسهول، صحيح. نحن عندنا مساحة أرض يونان كبيرة 800 هكتار، 800 هكتار أرض. نحن في 20% بس أشجار مثمرة، وال20% غير صالحة للزراعة، نعم. والباقية بيزرعوها أكتر شيء هلأ عنا ماشي البطيخ بندورة والخيار والباذنجان. الباذنجان هلأ للمونة، وهيدا صارت كمان يونين مشهورة من الضيعة الصح اللي بتزرع. ليش؟ لأنه عنا ماي نظيفة، ما عنا ماي، نحن عنا أبار كلها أبار جوفية. ويونين هيدا ميزتها إنه غنية بالماء، غنية بالماء. حلو، يعني الماء عندكم جاي تمام، لأنه توفر 100%. بعرف السنة ما في بيت إلا ما في بير ماء من 100 متر وما حلو فوق. حلو، مشان هيك التينات بيطلعوا غير شكل العسليات. غير شكل تين تين بيونين. هلأ بعد شوي بدي دوق هلأ طعميكم. وبدنا نعملكم خبرتكم كم شغلة طبعا عن تين كيف ينعمل هون، بس تين غير شكل. يعني عم قلكم على هيدا الارتفاع بهيدي التربة، كل هيدي العوامل عامل تين بجنن وموني طبعا بجنن. أدي بعدها يونين متمسكة بنمليتها بمونتها. نحن أصلا إذا بدنا نروح على بيروت، إذا ما أخذت الموني معك ما فيك تعيش في بيروت. يعني إذا بدك تولى هلا حتى بيسافرين على ألمانيا وبأمريكا وكذا، بدهم ياخذوا الكشكات والمكدوسات معهم قبل ما يسافروا، قبل الأغراض بالشلط بيحطوا المكدوسات والكشكات. صحيح. أستاذ إبراهيم كل التوفيق، يعني هيك قلنا نجي نسلم عليك نحكي نعمل لمحة سريعة عن يونين. أستاذ إبراهيم كمان هو من الأشخاص المختصين بصناعة الموني وبالذات بالمكدوس. نحن واقفين ببيته على السطيحة وتحت ماشي تظبيط المكدوسات. تعمل شيء غير المكدوس ولا في مربيات يعني تين؟ هلا بعده جاط التين. قديش صلك فيها للخبرية؟ هلا اللي فيها من 2009 يعني. قديم ايه. كمل شو عندك؟ تين مربى المشمش بوقته، بنعمل مربى المشمش والكشكات. يعني تشتغل موني جميعا والكشكات، هذا اهم. شوفوا رئيس بلدية سابق شغله بالموني من 2009 لهلا. استاذ ابراهيم شكرا كثير لك، شكرا على حسن الضيافة، على امل نلتقي بمحطات تانية. رح كمل انا جولتي بيونين، عن اكثر محطة اليوم نخبر عن الشغلات الاهم يلي بتنصنع كموني، وطبعا هيك نفرجي هالجغرافيا الحلوة يلي عندكم اياها.
عن إذنك وعلى أمل لقاء بظروف تانية وأوقات تانية. وقت نقول يونين بيشبهوا بعض طين، ها؟ خبرناكم من قبل عن أهمية التين بهيدي المنطقة، الارتفاع التربي، هيدي كلها العوامل خلقت التين استثنائي. خلينا نقول هلا في كتير ضيع عجبال وكذا بيقولوا لنا التين اطيب تين، مثل ما كنت حاكي حكيتكم قبل بالحلقه انه كل ضيعه بتفتخر بتيناتها انه هي التينات الافضل، ولكن انا رايي عن تجربه، لانه قلت لكم من قبل انا زائر دائم لبلده يونين، انا رايي من اطيب انواع التين يلي ضيقها بحياتي هي بيونين. هلا خبركم خبريه، كنت ابقى ماري اطلع هيك على اليمين بهذا البستان اللي نحن فيه من برا بس عن طريق، قول سبحان الله شو هالبستان الحلو التين، قامت لفت ودارت الدنيا وجبتني عند مريم صغيب، طلع البستان لها هون لها لزوجها طبعا، بستان بياخذ العقل. مريم عن جد يعني بقول دائما عن لبنان تغسل بلبنان انا، وفي كل ضيعه بنقول احلى من التاني فيه، صح؟ يعني التين بيونين شغله حلوه، اذا كان كمنظر اذا كان كطعمه اذا كان قد ايه بتستخدموه بتصنعوا منه، يعني هلا مريم بدها تقول لنا شوفوا كم شغله بيعملوا من التين، شغلات جديده رح نعلموها، مش بس مربى التين مثل ما قبل عاملين طبخه التين يعني والتين كواز، في شغلات اكثر هيك سلبات يونانيه خلينا نقول معمولين هون. مريم مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وشرفتونا وبتشكرك على المقدمه الحلوه اللي قدمتها لنا الشرف. الشيء الملفت بالبستان انه جزء التيني هالقد كبير وبنفس الوقت علوه للتيني، يعني انا طولي 1.90 متر اعلى مني بمتر، هيدي رعاية واهتمام الحاج يعني بيو لمحمد صاحب الرزق، هو يعني عنده اهتمام خاص ومميز للبستان. حتى انت بتلاحظ انه بستانه مميز بكل يونين، صح صح صح، فهو بيعتني فيهم ما بيخليهم يكبروا وما بيخليهم يطولوا، بيضل يعني مع المي وكذا. اوكي، التين من امتين بلش ينقطف؟ هلا نحن يعني نحن اول تشرين مشاهدينا، نحن قديش لكم عم تقطفوا التين؟ نحن تقريبا من نص اب بلشنا، واللي بيميز تيننا انه بيضل 3 شهور 4 شهور. واو، بنضل نستفيد. مرتبط الموضوع شو بسقيع؟ يعني كل ما تبرد الدنيا كل ما يخف الانتاج طالما الطقس منيح؟ هلا هو التين بحاجه لرطوبه ليستوي. نعم، طالما بس يصير في رطوبه الصبح نقوم نلاقي رطوبه بنعرف انه اليوم في تين. في تقطيف تين، بس ما بيتاثر هو بالسقعه، السقعه يعني اذا في سقعه عادي، الا اذا جليد وبكون خالص الموسم. يعني هلا بيونين قلنا نحن على ارتفاع كبير اجمالا في سقعه هون، بس الندى يلي عم تحكي عنه مريم يمكن مرتبط بموضوع جماعه عليكم، نحن تقريبا يعني بنص الموسم، يعني التين هلا خبرتكم قبل انه يونين انا عم بسمع كثير وين ما روح تين يونين، اول صار له دعايه صار له اسم، التين بيونين كثير عم ينبعت على لبنان بلبنان عفوا وبالبلدان العربيه. بدي اخبركم انه احنا يعني تقريبا فينا نقول باول تشرين سوا باخر الموسم، يعني اسم الله شوفوا التينه شوفوا قد ايه بعدها حامله. مريم كل يوم تقريبا بتقطفوا؟ نحن كل يوم بنقطف وبعد تقريبا يعني نحن هلا بعد بيلحقنا شهرين بعد قطف كمان، مش هلا بس بنخلص يعني. عن جد وقت تفوتوا على البستان وتفوتوا تشوفوا هالتينات ضلكم تقولوا اسم الله يخزي العين، اسم الله يخزي العين. اوكي، لقينا تيني، شوفوا يا جماعه تيني طازه، طلعوا لي بشكلها شوفوا ولا شائبه، ها؟ ولا نقطه غلط، شوفوا بتشحي. انا بحبها للتيني مريم، هلا هيدي بتحمل يمكن بعض ايه بعد يوم. هلا نحن بنحاول نقطف لانه بنسفر في مشاغل بتيجي بتاخذ لبرا، فنحن بنحاول نقطف التين شوي بعد بيتحمل مش مستوي، بعده قاسي مثل بعده قاسي. هلا انا بتحمل بعد يوم يمكن شو بحبها، بس انا ما بحب التين لما يكون كثير مستوي، يعني بحب هو قاس بس يستوي بصير سريع الخراب. أوكي. والحلو عندنا بالتينات يعني فيك تقول خالي من المواد الكيميائيه، يعني نحن ما بنحط مواد كيميائيه، يعني المي كثير مي ما بدك مي وزكن عينكن عسل، عامل حلقات عن عسل وهيدا تين عسل عسل عن جد مريم، صح وهنا صدقا، يعني انا بعرف من قبل الطعمات. كمان بقول لكم شغله مشاهدينا، انا بحب التين اذا كان مثل هون نظيف، بحب القشر تبعه كمان القشره، صح؟ يعني ما بحب قشره ما بتنكه بقى مع القشرة، طيب كتير. مريم صحة وهنا، طلعنا فرجينا المشاهدين شو عندكم هون، يلا على البيت، يلا على البيت على البيت.
وصلنا للفقرة الأخيرة من حلقتنا بيونايم. ها؟ يونايم هيك بتلفظ بعض العيال هيك بعض العيال. نحن اليوم يعني معك في شغلة لفتتني كتير. نحن عاملين عن تين قبل برشية. طبعا حكينا عن تين يونين قد ايه مهم وقد ايه طيب، وشفت انا في شغلات تعملوها مثل الباقيين، ولكن دبس التين هيدي اول مره انا بسمع فيه. هلا مريم زعبرت، نحن على اساس ما نطبخ كنا عملنا شي طبخه، جينا لقيناها رواق مريم لما نكون بياخذوا كثير وقت. صح، دبس التين بده من الصبح لعشيه تقريبا. كيف ينعمل خبرينا طالما هلا انت بدك تجيب التين المستوي وتحطهم بكيس كيس الطحين. اوكي، وتحطهم على النار، يعني نعمل عملية سلق للتين نحن. بس ينسلقوا بينزل هيدا الزوم. أنت هيدا الزوم بدك تغلي. بتقوم من الصبح بتركبون على النار وتصير يعني تقوي النار تحتون وتغطيون. هاي الغطوة بدك تضل تحرك وتشيل القشوة. تحرك وتشيل القشوة. يعني تقريبا بتاخد معك هاي العملية من الصبح لعشية. وبالنهاية بتكون معك طنجرة مثلانة بعدين بيصيروا. كمية قليلة. يعني منطقيا مشان هيك منطقيا مش كتير ناس بيعملوها لأنها بتاخد وقت وكمية كتير قليلة بتطلع من كمية تين كتير كبيرة. هلا هي كتير متعبة بس فوائدها كتير. يعني نحن بنعتمد عليها بفصل الشتاء. وبالأخص مرضى السكر اللي ما بيقدروا يأكلوا سكر فبيكون عندهم بديل. هذا اللي بدي أسألك إياه، مثل أنواع الدبس التانية ما فيه ولا نقطة سكر. خالية من السكر. خالية من السكر. يعني هلا وقت نحكي عن تين المطبوخ، تين كويز، كل الشغلات التانية فيها سكر. بيضيفوا عليها سكر طبعا ما عدا التين المجفف يلي بيتجفف مثل ما هو. اليوم غير شكل بيونين، ما في مزح، اليوم المونة على اصولها وبتاخد عال في هون بسموه الامبريس. اوكي، بالمنطقه هون معظمهم بعضهم محافظين عليها، مع انه كمان مريم بياخد وقت الامبريس. صح، بياخد وقت كتير لانه هلا بخبركم مريم كيف ينعمل. انا رايي يعني قد ايه بحب اللبنه المكعزله ولبنه الماعز المكعزله بالزيت، اطيب من الامبريس على الكره الارضيه لبنه ما في. يعني انا بالنسبه لي الامبريس هو اطيب لبنه معقول انتم تاكلوها بحياتكم. فمشان هيك اذا بتسمعوا حدا عنده امبريس اشتروه او تعلموا الطريقه، لانه وقت دقوا رح تعرفوا شو رأيي. وهلا منحرقسكم شوي من دقوا قدامكم. كمان الأمبريس هي أكلة قديمة تقليدية، يعني قديمة جدا. عادة ببلش تقريبا بشهر أيار. منبلش نجمع الحليب. حسب، في ناس بتعمل بالمعزة، في ناس بالبقر، في ناس بالغنم. أيال أطيب هيدا شو قبل كل شيء؟ هلا نحن هيدي معزة. معزة أوكي، هي أطيب شيء المعزة. نحن برأينا، يعني في ناس بتقول صح لا. صح. فمصير نجمع الحليب نحن ومنعبي جرة الفخر، نحط بكعبة ملح وبتكون مثل ما شايفين انتو بالصورة. قبل مرة وقت حكينا عن البلاستيك، ما بعرف قد ايه صحي البلاستيك، لان دايما في نقاش انه البلاستيك مش خارجي نعم الاكل. الفخار هي معروفة إيلي لانه هي مليانة. اوكي، شوفوا هاي الفخارة، الفخار القديم الاصلي. يعني في فخار هلا ما بينجح فيه الامبريس. بتحل الجرة على الامبريس. بتحل يعني شو؟ بتعطي لون، بتعطي لون احمر يعني. لانه مش اوكي. لكن بتحطوا ملح اول شيء بشهر ايار، بتجيبوا هالفخاره بتحطوا ملح بكعبه، ملح منيح يعني. انا هلا حسب كل جره والى عيار، نحن ما بنعير عاده كونه صرنا خبره بالمصلحه. يعني بنحط الملحات ومنتليها حليب. وبعد كم يوم يعني ماكسيموم 3-4. هلا اول شيء بتعذب شوي لانه بكون الطقس بارد، هي على الشوب بيصير في مصل فيها الجره وبتبزل، بنقول بزلت الجره. فبس بنحل شوي هون، بتكون نحن عاملين خشبه. شفتوا؟ ايه شفتوا هون مثل مزريب. هلا في منه بيعملوه عنافير وبيفتحوها. سلق بشو؟ سدينا بملح. هلا هي كنزت نحن بنقول هلا خلص صارت ماكس فول امبريس. هيدي هيدي كنز. كنز هي فيها كنز من ذهب. فمنحلها شوي منشوف اذا صار اللي بينزل من الجره مصل ولا حليب. اذا كان مصل منشيله وبنحط اوقات شليمون حتى تصفي على الاخر. وهيك كل السنه. كل السنه بتعبوها. بنعبوها. طيب بس يخلص لا لا تفول لتصير جامد يعني اللبنه لفوق. لفوق 100%. وبس يخلص يعني خلص مثلا هلا نحن بلشت السقعه، بنبطل نصب للجره، بدنا نعبيها بمرطبين ونحتفظ فيها لموسم الشتاء. هي اكله شتويه بامتياز. هي اكلتنا حد الصوبيا. بسخنوا هالخبزات بيدهنوها من هالامبريز نقطه زيت قدره
لا مشاكل العيب. يلا كثير وزننا كذا شحيتين على الشتويه ست مريم. اهلا وسهلا. انت عندك كذا نوع مونه، يعني انت عم تشتغلي بالمونه طبعا، التين هو اساس شفته لانه عملنا شغله نحن بالبستان. شو عم تعملي؟ عم شوف زيتون مكعزله. هو انا لما بلشت بمشروع المونه بلشت بالتين. طب خلينا نشوف طالما حبيت هذا المجال وندقلك مجالك كيف رح يكون بدك تحكي بصراحه. الضوء هلا يطلع مش طيبين. قولوا انت قول طيبين احتي. لا ما هو لك اذا مش طيبين تلقائيا بتعمل. دايما بقول لهم انه لما يكون شغله مش كتير طيب ما بسكت ما كتير. هلا هيدي يعني لتكون طيبه مزبوط بده يكون معها جد زيت اصلي وزيتون وبندوره. قال لي حق علي ما جبت لك ايه ونحمصها على النار. نقصوا ما في زيت زيتون. يلا هلا بقى الموسم زيت الزيتون. مش معقول شو طيبة. هلا انا لانه بحب الحموضه والملوحه باللبنه مشان هيك مغروم فيها الى اقصى الحدود. يعني اللي بحب كثير المكعزله بينغرم بالسرداله او الامبريس. انا كنت عم بلفظها غلط بالاول امبريس امبريسي امبريس صح؟ امبريس. بسمعك كنت شو عم تقولي. عظيم. اختراع تاني هلا ارجع اكمل عليه لهذا الصحن بعد شوي. اختراع عند مريم. شوفوا قلت لكم تين ذهب. شوفوا هيدا الكويز تين كويز انا بحبه اكثر من التين المطبوخ. اوكي هلا مريم وفي محلات تانية عم حطوا معه جوز. بحس الجوز كثير بيلبق له فرح ناخذ مع جوز. بدي اشوف تاكل تين عسل. قول انه عسل. سفق لي نص كيلو تين بالبستان. تينت. روعه. بده معلمية التين هذا اخو كريم. يعني النار زياده بيسود انت بتطلع بلونه. بلونه صح بلونه. حامض الليمون زياده او ناقص بينتزع القطر يعني مش يلا حدا بيقدر صح. يعني رح دوق دبس. دبس التين خلطيه مع طحينه. طحينه. هلا هو يعني اكثر شيء بيعتمدوها هذه مرضى السكري. ايه وبالشتاء اكله بتعطي والله يا مريم سعرات حراريه منيحه. دبس اذا كان دبس العنب دبس التفاح وهلا دبس التين هودي الانواع من الدبوس ما بعرف شو معناه شو كيف يقول جمع دبس بس شغله عظيمه صح. يعني والله العظيم دبس العنب مش معقول. هذاك النهار رحت اخذت دبس عنب قالوا لي كيف اعمله عصير عملته مش معقول شو طيب كثير طيب. هات لنا دوق. عجبتك؟ جيد. في نكزة مرورة أو نكزة حدية دبس التين معي حق؟ صحيح ولكن طيب كتير ومعهم حق يحطوا له طحينة بحاجة لطحينة بخفف من صح من حدته من صح. اسمه مريم شكرا كتير كتير لك تشرفنا فيك وإن شاء الله هيك تكون قضينا وقت منيح وإن شاء الله نكون كمان أضفنا لشغلك لأنه مريم تستاهل. الشغلات اللي دقناهن عندها عظيمة. مشاهدينا قبل ما اختم بدي اشكر شادي التماني يلي ساعدني بتحضير الحلقة لليوم شوقي سعيد كمان بدي اشكره. بدي اشكر شادي وهادي خداج يلي زبطوا لي شعراتي دايما بقول لهم على القليل شي مره بدي لكم تحيه لكم. على امل تكون عجبتكم الحلقه اليوم كثير انبسطت بيونين انا وحلقه بعتبرها من الحلقات الحلوه. على امل تكون كمان كانت حلوه عندكم. بدي ودعكم وبشوفكم بالحلقه المقبله. باي باي.